انت حضرتك كنت في الفاصل اللي هو الشيق المعلومات قلت لنا حاجة على الأوميجا 3 وقد إيه ليها علاقة وطيدة بتحسين شكل الكبد الدهني، صح كده؟ الى حد صح طبعا. هو الفكره بس ان الدهون الثلاثيه ديت واحده من الحاجات اللي بتنزلها او بتقللها في الدم هي الاوميجا 3. في ادويه تانية اسمها فايبريتس بتستخدم برضو، ولكن واحده من الوسائل الرئيسيه ان احنا نستخدم اوميجا 3 في مش تقليل 6 ومش 9. اساسا 3 مش 6 ولا 9. بس في الفاصل برضو قلت لنا ان لازم الاوميجا يكون مكتوب دي عليها الدكتورة حاجتين والا ما يبقاش ملهاش مش فايدة. فايدة. هي الاوميجا 3 المفروض ان احنا نتاكد انها مصدر سمكي، يكون عليه مكتوب عليها يعني تكون زي ما انا قلت كده مستخربه من نفس الاسماك اللي قلنا عليها، الماكريل، السردين، السلمون، بتبقى جايه من النرويج كده من بحر الشمال. ايوه انا كمستهلك ولازم مش هقعد اقرا ايه كده مختصر اعرف ان انا اقرا بشتري يكون حاجه صح. مكتوب على العبوه اي بي اي ودي اتش اي، المادتين دول يبقوا مكتوبين، ويبقى مكتوب على العلبه انها من مصدر سمكي، ويكون يا ريت مصدر سمكي كمان يكون مصدر سمكي كويس علشان ما يكونش نسبة الزئبق فيها عالية، لأن طبعا الأسماك دي بيبقى فيها نسبة زئبق عالية، فلازم أكون جايباها من مكان يعني يكون البراند نفسه براند موثوق فيه علشان أبقى ضامنة إن أنا باخد حاجة ما تتعبنيش بعد كده. طب دكتور هشام برضو قلت عندنا معلومتين هنقولهم، فاحنا في اشتياق لسماعهم. أنا بس هستأذن حاجة، أنا بس عايز أعلق عشان الناس هتاخد على علتها إن اللي عنده دهون على الكبد يروح يجيب أوميجا 3. لا طبعا، لا ده دايت. الناس اللي عنده دهون ثلاثية عالية وثبتت بالتحليل ان هو ده سبب دهون الكبد ممكن ياخد الاوميجا 3 عشان تنزل الدهون الثلاثية وبالتالي ما يحصلش دهون على الكبد. واللي عنده بس كوليسترول ما الناس كلها تشتري. بس حتى الناس اللي عندها دهون ثلاثية عالية شوية احيانا في ادوية اخرى ما بتديهاش اوميجا 3. ليه فانا بقى قصدي ما كل نديش ده الاوميجا؟ يعني فكل واحد كل واحد حتى لو مش عيان او مش عيان احنا لنا يعني لازم بنشوفه وبندي. احنا دي مش بريسكريبشن على الهواء. ايوه انت ما نديش الاوميجا، انت ما يبقاش مش محتاجين كل احنا بندي الاوميجا فقط في بعض المرضى اللي عندهم الدهون الثلاثيه عاليه. اوكي. وبنديهم ده كمان بيحسن حاجات تانية مش بس الدهون الثلاثيه، بيحسن احيانا البشره و و و خلاص. فاحنا في بعض الناس اللي الدهون الثلاثيه طلع عندهم عاليه بيبقى عندنا اختيارات، من ضمنها اول حاجه ان انا ابتدي بتظبيط الاكل وان انا اتاكد ان مفيش اسباب ثانويه اخرى. يعني الناس واحده من اهم اسباب تظبيط مثلا الدهون الثلاثيه ان اللي عنده سكر يظبط سكره، لما يتظبط السكر الدهون الثلاثيه تتظبط. تاني حاجه ان اتاكد ان الغده الدرقيه مثلا ما فيهاش مشاكل، لان برضو واحده من فيها الحاجات مشاكل اخد الدواء تصحيح الغده الدرقيه. الغده قبل ما تاخد العلاج، قبل ما اخد مدي علاج دهون ثلاثيه. يعني ممكن في بعض الناس اللي عندهم مشاكل كلى، عندهم مثلا حاجه اسمها نيفراتيك سندروم، برضو بيكون عندهم مشاكل في الدهون وفي الكوليسترول وكده. فتصحيح السبب هو اهم سبب ان احنا نعالج. نيجي بقى بعد كده لوسائل اخرى، ان انا لو تخين اقول له خس، اقول له ظبط اكلك، العب رياضه واتحرك، الخ الخ. وبعدين يجي مرحله الدواء. في مؤشرات عندنا تخلينا ندي دواء، وفي احيانا واحد ما عندوش اي حاجه خالص اقول له لا نجرب 3 ل6 اشهر تظبيط اكل وتخس وكده، واذا كان عنده سكر يظبط سكره وبعد كده نفكر في الدواء. الادويه في ادويه زي الفايبريتس، وفي طبعا ادويه اللي هي المجموعه اللي دايما بنستخدمها اللي هي الاستاتنز. الاستاتنز دي واحده من اهم الادويه اللي بنستخدمها لما يكون واحد عنده قصور شرايين او عنده مشاكل كوليسترول عالي. ولكن ثبت كمان حتى في الناس اللي عندها دهون ثلاثيه عاليه اما بنديهم استاتنز بيتحسنوا على هذه الادويه. نمره 2، في بعض الناس ما بيتظبطوش لا على الاستاتين لوحده، فنبتدي نفكر ان احنا نديهم. والاستاتين ده كريم. اسم دواء؟ لا ده المجموعه. مجموعه من الادويه بقى ليهم اسامي، ريزوفاستاتين اتورفاستاتين، ودي اسامي علميه اللي انا بقولها. فبعد كده احيانا الواحد ما يتظبطش على هذه على الحاجات اللي احنا ذكرناها، نبتدي نفكر بقى هل ندي اوميجا 3 او ندي حاجات تانية، مجموعات تانية زي فايبريتس. خلاصه الكلام ان الاوميجا 3 منها حاجه ريلاتيفلي ناتشرال او حاجه شبه طبيعيه، فاون ذا شيلف زي ما حضرتك بتقولي، فده بيخلينا اكثر تحمسا احيانا ان احنا نديه. وكان في ظهرت بعض الدراسات من كام سنه
اظهرت ان هي بتحسن حاجات كتيره في القلب، وبالتالي كانت في الارشادات العالميه ابتدت تعلى والاستخدام انا لغايه اما ظهرت دراسه تانية راحت ايه نازله بيها شويه.